طلابي أحبائي، أسعد الله أوقاتكم. ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الخامس لمادة اللغة العربية للصف الثالث. سيتم في هذا الأسبوع التركيز على مهارات اللغة العربية، الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة. سنقوم في هذا الأسبوع يا أحبائي بتدرب على قراءة النص الشعري أنا إنسان من خلال مهارات اللغة العربية، وتعرف على الصورة الشعرية. أيضا سيتم خلال هذا الأسبوع بالتعرف على مهارات تدريبية جديدة من خلال التركيز على أنواع الجموع، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. في هذا الأسبوع يا أحبائي يوجد لدينا تقييم للإملاء، سيتم تحديدها من كتيب الإملاء وإعلامكم بها من خلال الإيميل اليومي. أيضا سنقوم بقراءتها وتدرب على كتابتها عدة مرات في دفتر النسخ وفي كتيب الإملاء. أيضا لدينا يا أحبائي مهارة القراءة، سنقوم بقراءة نصوص شعرية متنوعة يتم التركيز فيها على النصوص من خلال تحليلها والعبرة من هذه النصوص. سيتم تدريب الطلاب على القراءة الشعرية والصور الشعرية التي تتحدث عنها هذه القصيدة والعبرة من هذه القصيدة. أيضا سنقوم يا أحبائي بتدرب على القراءة والكتابة اليومية من خلال النسخ ومن خلال مهارة التعبير وكتابة فقرة على دفتر النسخ. أيضا سنقوم يا أحبائي بزيارة المكتبة واستعارة قصة، هذه القصة يتم إعادة القصة القديمة واستعارة قصة جديدة. سيكون لدينا يا أحبائي تقييم للقراءة سيتم تحديده مسبقا خلال الإيميل اليومي. سنقوم بحل ورقة عمل يا أحبائي شاملة للمهارات السابقة. طلابي أحبائي أشكر لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء.